الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. من هذه الضوابط والقواعد في كتاب الصلاة قاعدة تقول تكبيرات الانتقال واجبة إلا الإحرام فركن. تكبيرات الانتقال واجبة إلا الإحرام فركن، وهذه قاعدة طيبة، وقد سقناها على القول الراجح الذي استقر عليه قول الأمة، وإلا فقد كان هناك بعض الخلاف في عصر النبوة في مسألة تكبيرات الانتقال، وما الانتقال الذي يشرع عنده التكبير، وما الانتقال الذي يحصل بدون تكبير، فقد حصل شيء من الخلاف في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المعلى قال: صلى بنا أبو سعيد الخدري، وانتبهوا، صلى بنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فجهر بالتكبير حين رفع من السجود، وحين سجد، وحين قام من الثنتين، يعني فقط. فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. بل إن التكبيرات في الانتقال، في كل انتقال، من شدة غربتها في ذاك الزمان، روى البخاري في حديث عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، أي في كل انتقال يكبر 22 تكبيرة، في 4 ركعات في كل انتقال تكبيرة، إذن 22 تكبيرة. فقلت لابن عباس: إنه أحمق، أي حتى عكرمة لم يعرف هذه السنة وهو من العلماء في ذاك الزمان. فقال ابن عباس: ثكلتك أمك، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي التكبير في كل انتقال، فإذا انتقل من القيام إلى الركوع كبر، ومن القيام إلى السجود كبر، ومن السجود إلى الجلوس كبر، إنما كان إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فقط، وإلا ففي سائر الانتقالات إنما هو التكبير. يدل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، وإذا كبر للركوع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر إذا قام من الثنتين، الشهد الأول، ويكبر إذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وروى الإمام مالك بإسناد صحيح من حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. وإسناد الحديث صحيح. فإذا هذه يسميها العلماء تكبيرات الانتقال. فإن قلت: وما حكمها؟ فأقول: الجواب: حكمها في هذه القاعدة، جميع تكبيرات الانتقال واجبة، أي هي من جملة واجبات الصلاة. فإن قلت: وهي واجبة على من؟ الجواب: على المصلين الثلاثة، إماما ومأموما ومنفردا. فالإمام والمأموم والمنفرد كلهم يجب عليهم أن يكبروا لأنفسهم تكبيرات الانتقال، إلا أن الإمام يجمع واجبا آخر وهو الجهر بهذه التكبيرات لضرورة الاقتداء به فيها. فإن قلت: وما دليل وجوبها؟ فأقول: دليلها أمران: الأمر الصريح، والفعل المقرون بالأمر الصريح. أما الأمر الصريح فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسيء في صلاته بالتكبير عند كل انتقال،
قال ثم كبر فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال ثم كبر فاسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا كان يأمره، وأنتم تعرفون أن ميزان معرفة الواجبات في الصلاة هو حديث المسيء في صلاته. وهذه الرواية وإن لم تكن في الصحيحين لكن سندها صحيح في السنن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته. والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فكيف وقد دلت القرينة أي المؤيد الفعلي الدائم الذي لم ينخرم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه التكبيرات، كما ذكرت لكم قبل قليل حديث علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وهذه حكاية فعل. وحديث الصحيحين عن أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل أيضا وهو حكاية فعل، لكن لو جمعت حكاية الفعل هذه وقرنتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، تبين لك أن هذا الفعل ليس من الأفعال المجردة التي تفيد الندب والاستحباب فقط، بل هو من الأفعال المقرونة بالأمر المفيد للوجوب. والمتقرر في قواعد الأصول أن الفعل إذا اقترن بأمر واجب فهو واجب، كأفعال الحج المقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم، وأفعال الوضوء المقرونة بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فإذا رأيت الفعل مقرونا بقول فأعطه حكم هذا القول، فإن كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل بيانا له يفيد الوجوب أيضا، وإذا رأيت القول يفيد الندب والاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان أيضا يفيد الندب والاستحباب. وأفعال الصلاة تفيد الوجوب لأنها مقترنة بقول يفيد بأمر قولي يفيد الوجوب، فانتبهوا لهذا. ثم قال إلا الإحرام فركن، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن أعظم تكبيرة يفعلها العبد في صلاته هي تكبيرة الإحرام، وأن العبد لا يدخل في مسمى الصلاة ولا يكتب له التحريم إلا بتكبيرة الإحرام. فأهم هذه التكبيرات على الإطلاق إنما هي تكبيرة الإحرام، ولذلك وصفها العلماء بأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولا تجبر بسجود السهو أبدا، لأن الأركان من شأنها ألا تسقط لا عمدا ولا سهوا. وقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فابتدأت الصلاة بالركن واختتمت بركن، ولعل هذا واضح.